الآن خلص خلصنا كل الدروس، سوينا باكج للعبة وخليناها الآن جاهزة إذا الواحد بده يلعبها. طبعا هي مش عبارة لعبة، هي عبارة خريطة، بس خلينا نأخذ نظرة. أنا حط اللعبة هاي أو الخريطة في الديسكريبشن، اللي حاب يأخذ لفة ويتفرج على الشغل اللي اشتغلناه. خلينا نشوف إيش طلع معنا. تمام، ممتاز. أنا منعت واحد إذا تحت المي أكثر من هيك، بس شوي يمشي شوي على المي من هون. رائع جدا حقيقة. خلنا نأخذ لفة في العالم، تعبنا عليها هذا ونبني فيه. الأعشاب، الأحجار، حقيقة رائعة جدا. طبعا بسبب انه كل الملفات عالية الجودة، كل ايش اعلى ما يكون، فلا يعني هذا خطأ، لابد انه يكون الواحد ينزل شوي ملفات اضعف حتى ما تعلق مع اللعبة اثناء ما يلعب في اللعبة. منظر رائع واللعبة بتجنن. طيب الان اللي بحب يسوي لها داونلود حيلاقي الملف اللينك في الديسكريبشن، واللي يعني اذا بده كمان الملف الرئيسي بدي احاول اوفر لانه مساحة تقريبا 30 جيجا بايت اطالكم اياه. راح اشارك الملفات معكم. يلا السلام عليكم، امان الله، انبسطوا فيها، مع السلامه.